السياقة في الدار البيضاء باتت متعبة للغاية في ظل أشغال مشروع باسواي 1 و2. باسواي حافلة كإيكولوجية ستؤمن الربط بين مختلف أحياء الدار البيضاء، والأشغال ينتظر أن تنتهي الصيف القادم. الروبورتاج لسعيد بن زيزو والمتابعة معك يونس رفيق. نسبة تقدم أشغال مشروع الباسواي بمدينة الدار البيضاء وصلت إلى 70% بعدما بدأت مرحلة وضع الطبقة النهائية من الخرسانة وتقوية الطريق، ومن المتوقع أن يتم إطلاق العمل بخطي الباسواي صيف هذا العام. أشغال وصلت لنسبة 70% في كلا الخطين، وحنا الان بصدد وضع المرحله النهائيه او الطبقات النهائيه لكل من منصه الباسواي وكذلك الارصفه، ونقدروا نشوفوا جاليا الان في الارصفه ديال شارع يعقوب المنصور. نقدروا نقولوا الان بان شارع يعقوب المنصور هو في الحله ديالو الاخيره. هذه الحله غادي يتم التوحيد والتعميم ديالها على طول الخطي الباسواي. منذ دجنبر 2020 انطلقت أشغال الباسواي. الخط الأول يربط حي لساسفة بحي السالمية مرورا بشارع القدس على مسافة 12.5 كيلومتر، بينما يمتد الخط الثاني على طول 10 كيلومترات تربط حي الرحمة بشارع غاندي. الأشغال تتم على مراحل لتقليص الاضطرابات على مستوى حركة السير بسبب الإغلاقات المؤقتة لبعض المقاطع الطرقية. نقل مريح من ناحية مزيان باش يتحل المشكل ديال النقل، ولكن في نفس الوقت كاين شويه ديال العرقله بالنسبه للناس اللي ماكازا هنايا، البيع والشراء شويه ناقص. من ناحيه التنقل غادي يحسن الوضعيه بزاف الناس كاين هنا ترونسبور بزاف، كيدوزوا لي بيوس، ما بقاش لي بيوس غيولي بلاصتهم هو من ناحيه التنقل بزاف الناس غيستافدوا لهذا الكوطي ديال الولفه، راه فيه الناس بزاف، راه معروفه الساكنه فيه كثيره. الحافلات عالية الجودة بأشانيس التي تشتغل بالوقود النقي ستشكل أسطول الباسواي بمدينة الدار البيضاء، تعتبر نظاما للنقل الجماعي مكمل للترامواي، تتوفر على ممرات خاصة لتجنب الاختناقات المرورية. وينضم إلينا من أمام القطب المالي تحديدا من شارع يعقوب المنصور بالدار البيضاء حسن الحمادي. أهلا بك حسن. إذا أين وصلت أشغال باسواي 1 و2؟ هل سيحترم موعد انتهاء الأشغال المنتظر مبدئيا يوليوز المقبل؟ سنة، هو مشروع مهم يمتد على طول 24 كيلومترا يخترق الأحياء الراقية والشعبية وكذلك هوامش المتروبول. فالخط الباسواي رقم 1 ينطلق من منطقة السالمية مرور بشارعي محمد السادس والقدس وبسيدي معروف، حيث توجد مختلف الأنشطة الخدماتية وصولا إلى حي لساسفة، هذا الحي المكتظ بالسكان والذي يعرف مجموعة من الأنشطة التجارية. بينما الخط التالي الباسواي فهو ينطلق من هنا حيث أتواجد بشارع يعقوب المنصور مرورا بالقطب المالي للدار البيضاء وكذلك بحي الحسني، لكن أهمية هذا الخط أنه ستستفيد منه ساكنة إقليم النواصر، وأخص بالذكر حي الرحمة، الجماعة الترابية دار بوعزة وكذلك الجماعة الترابية أولاد عزوز. قد يتساءل المرء هل هناك تأخر في الأشغال؟ نعم، ليس هناك أي تأخر حسب ما ذكره المسؤولون عن شركة كازا ترونسبور، فقط بعض المقاطع التي تخللتها أوراش متعلقة بتغيير شبكة قنوات الصرف الصحي والهاتف هاتف بصفة عامة وكذلك الماء والكهرباء. فالشركة تقول بأنها التزمت حسب ما جاء في دفتر التحملات وأنها تحترم الآجال القانونية لاستكمال هذه الأشغال، والتي من المرتقب أن تنتهي منتصف شهر يوليوز المقبل. هو خط مهم يعتمد على حافلات نظيفة صديقة للبيئة ستحسن من جودة التنقل، ومشروع يندرج في إطار برنامج إنجاز شبكة النقل العمومي في المسارات الخاصة. أقصد المسارات الخاصة سناء هي المسارات التي تتخذها هذه الحافلات وكذلك التراموي، فهذه الحافلات تتقاطع مع شبكة التراموي في 6 مقاطع، وبالتالي ستوفر خدمة جماعية وذات طابع إيكولوجي لساكنة الدار البيضاء. نذكر الإشارة قبل أن أختم هذه المراسلة، فوالي جهة الدار البيضاء ستاد قد قام بزيارة ميدانية لمركز تخزين وصيانة الحافلات المتواجد بمنطقة الرحمة. هذا المركز بطاقة استيعابية تصل إلى 20 حافلة، كما سيوفر 100 منصب للشغل. شكرا لك حسن الحمادي على كل هذه المعلومات المستفيدة حول باسواي الدار البيضاء.